توا قولوا لي واحد كيبدا ضاربه في روحه خاطر عنده برشا فلوس، عنده الحق يضربه في روحه وعنده برشا فلوس. واحد كيبدا ضاربه في روحه خاطر سبورتيف برشا وشباب برشا وقاري برشا، عنده الحق يضربه في روحه. كيبدا واحد ولد فاميليا كبيرة وهو ناجح في قرايته وبوغوس وسبورتيف ومنتج، عنده الحق يضربه في روحه، عنده الحق يضربه في روحه. فما عليش، فما سبب. انتوما كتوانسة تعتبروا رواحكم أكثر قيمة وأكثر علاء وأكثر إنسانية من السود، من اللي نوار، من اللي بلاك. انتوما فما مبرر حضاري باش تعتبروا رواحكم أرقى في السلم الإنساني من السود؟ انتوما فما حاجة تبرر أنه التونسي يكون عنصري؟ علاش؟ على زينه؟ على حسن هندامه، على نظافة بدنه، على نظافة عقله، على القيمة المضافة البلو فاليو اللي جابها الإنسانية؟ أنتوما كتوانسة كعنصريين بنسبة 95% عنصريين، علاش أنتوما عنصريين؟ بلا صيف. توا الألماني كيحتقر العرب، كيحتقر المسلمين، الألماني كيحتقركم. فما عليش، هو ألماني، هما اللي خلقوا المطبعة. توكي الألماني يقول عليكم أنتوما سوز اسبيس، سوز اوم. الألماني كيف يقول عليكم؟ فما حاجة تعطيه الحق والشرعية باش يقول الكلام هذا؟ شكون هو؟ اي شكون هو الألماني؟ هو الألماني، هو المطبعة، هو الصناعة، هو الفلسفة، هو الجمال، هو الصحة. الألماني كي يبدأ عنصري فما علاش؟ عنده علاش يتدلل. تقول له يا الماني انت علاش عنصر؟ يقول لك هاو نحن الالمان عملنا وعملنا 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 وجبنا وخلقنا وصنعنا وحسننا وطورنا وسرقولنا وخذوا من عنا والعالم كله تكنولوجيا. شوفوا رب وعالم عايش العالم الكله، كله من سروقه من الالمان. الالماني نجم يقول انه يشري تونسي يشريه ويحط ويخدم ربه في داره بلاش، يشد مثلا مليون تونسي ويهزهم لألمانيا ويقرقبهم، يعمل لهم عملية الرقاب، يرقبهم. فما علاش؟ خاطر الألماني عنده توكيم الصناعة والاقتصاد الألماني، كاقتصادكم، كخراكم، كسويت ساعتكم. هل شوارعكم انتوما؟ لا. هل بيوت نومكم؟ هل كوجيناتكم؟ هل بيوت استحمام تاعكم انظف من شوارع المانيا؟ هل فراشك انت يا مسلم، فراشك انت انظف من الجاده الماده التروتوار في المانيا؟ هل كلسون امك انت كعربي كتونسي، هل كلسون امك انت كعربي كتونسي، هل كلسون امك انظف من الجمه في ايطاليا؟ كلسون امك انت كعربي كمسلم تحتقر في السود وتشري فيها مع عبيد. شكون دير ربك انت؟ هو ايو انت يعني انت كتونسي عربي ومسلم، شكون زبور امك انت باش تشري انسان ب 600 دولار وعندك وقاحه تقول له يا مراه راني شريتك ب 600 دولار وراك باش تخدم عندي بلوشي وكان لازم يجي كتك في الليل. هاي ما كان قاعدة رايح بلوها الزب، راهي الحومة كلها شبع، راهو يخدم به.
فو بيان امورتير لي 2000 دينار، لازم يرجعها من 2000 دينار بخلاف تخدم له في الدار يخدم بها في الليل. بعد اللي موجود في ديننا، هي تو مش مسيحية، مسيحية هي، مسيحية مسيحية، هل يحق استعبادها؟ يحق استعبادها. الراجل هذا اللي شريها ب 2000 دولار كان يعمل مثلا يحلف على مرته بتلاق 3 مرات، ينجم يعتقها، يعتق العبد يرجع لمرته ويركب عليها، فعتق رقبه. ديننا هذه ديننا، المواطن اللي شراه العبد ب 600 دولار يطبق في دينه، وعملية شراء البشر غير منافية للدستور التونسي. كيفاش تونس دولة دينها الإسلام ولغة الأخرى باوي باوي؟ تعرفوا العبيد في تونس كذب أنه حررهم. أنا شفت زوز عبيد، زوز خدت كزاوة وبابا شو بيكون، كنا عايتوا له بابا حبيب جو ولا جمسي جايون، كان مسكنته حاسيبة رشدي الفنانة، كان يسكن في دار حاسيبة رشدي الفنانة، بابا جو سي بليكو ان بلا كان جايون. هذاك كان عبد، أنا حضرت عليه يا أخي، أنا مولود في القرن 14، أنا حضرت عليه وخدت كزاوة اللي كانت تضحك في البي، كان ديما تجي لدارنا في الجمعة، وما جينا 3 مرات، مرة عم بوسو حد بيه هكا وجهه يضحك هكا والدارين السوسية ضحك، وناس مليح ديما تبوسوية وتعنقنا ما خافش منها، ضحكني. تونس حرت العبو، تكذب وسفيه قحب ودروشة. انتوما تستخايلوا رواحكم، انتوما تستخايلوا رواحكم اجمل وارق وانظف من السود. هاني عايش في فرنسا اخي، وين عايش انا؟ سامحوني سامحوني، انا وين عايش؟ من عايش في فرنسا ولا؟ اجمل نساء باريس، لي بلو بيل فام دو باريس، عاودوا اسمع، اجمل نساء باريس لي بلو بيل، كلهم يتناكح ويتباوس ويتحابب ويتزاوج ويجيب الولاد مع السود، مع لي بلاك، ومش مع الكرومبيت. في اوروبا الاكثر ناس محتقرين ومحتقرينهم الناس الكل هم انتوما. تونسي مغربي ليبي جزيري مكروهين ممقوتين ومبغوذين، علاش؟ لأنهم تصرفهم أرعن، ولأنهم هما العنصريين. المسلم الأمازيغي المستعرب هو من أنذل الكائنات. تاهو والله العرب عنصريين مع السود، العرب جماعة الجزيرة العربية عنصريين مع السود، عندهم علاش؟ الله الله اختارهم، اختارهم واختار اللغة نتاعهم باش آخر الديانات تخرج من عندهم. الله شرف العرب، الله مشرف العرب، هبط القرآن بلغتهم اللي هي مش لغة، لغة مخلطة ما عليناش، هبط القرآن بلغتهم من قريش هكا ولا، الحج عندهم، أولى الحرمين وأولى القبلتين كان عندهم هو اللي قبر سيدنا عندهم اللي. يا دكوا باش يكونوا عنصريين وعندهم برشا فلوس، انتوما توانسة شنو عندكم؟ باش تكونوا عنصريين، كيس كي جوستيفي لو فات كو فو سوايي راسيست؟ كيل ايه؟
Quelle est votre valeur en tant que Tunisien, soi-disant blanc, tout me gris? Y'a gris, y'a ramed, y'a laoun, y'a zrug. شنو اللي يخليك انت كخريه عندك بطاقه تعريف قوميه خرام بتاع دوله الخرام بتاعكم، عندك رقم بطاقه تعريف قوميه تونسيه، واسمك محمد بن علاله بن خميس، وجهك جري، شنو انت، شنو اللي يميزك بصفه جذريه على السود الافارقه باش انت تولي عنصري عليهم وتحتقرهم وريحتهم منتنه وكحلوشه ورويق ودينم؟ شنو قصيفتك انت؟ انت بلون اوزيو بلو؟ انت بلون اوزيو بلو؟ انت شاتان كلير اوزيو فير؟ انت اوبنهايمر ولا اينشتاين؟ ولد حومتك؟ انت ولد خالك نيتشه ولا ولد عم جوته؟ انت من انت؟ انت دين والديك، شكون مذهب دين والديك؟ دين والديك مذهب باش تولي عنصري ضد الشعوب، ضد السود، وتشريهم كعبيد. مش قلنا لكم فما سوق عبيد في ليبيا وبيانتو في تونس؟ هاو طلعتوا تعملوا فيه. ما نعرفش انا تو يبدا يحط ضربه في روحه. فما حاجه، فما علاش ضربه في روحه؟ اخترع حاجه يا خويا، ربح في اللوتو 400 مليار يورو بصحته، وعنده حق يضرب في يضربه في روحه، ولا عملك متكبر. انت كريحتك منتنه وجيفه، وما فوقكش دينار، وعمرك لا باش تملك دار ولا باش تجيب صغار متربين وقارين بالكدا. انت حياتك عدم، وحياه ابوك عدم، وحكايه حياه دين والديك عدم. جيت عندك الحق تولي عنصري؟ اخي ما تحشموش على رواحكم. توا كيما مثلا بنت سفيان بن فرحات، سفيان بن فرحات قال انا بنتي، انا بنتي حره تلبس اللي تحب، واخوها ما عندوش حق يتدخل فيها، تلبس ما تلبس، تحب تلبس من يجيب تلبس. شرح لربنا فيها تلبس وما تلبسش، نحن ما تتراش. بنتك يا سوفين بالفرحات كيما تلبس ساك بابا ساك باش ولا ساك متاع بوبيه لك حرف فوق فوق، تلبس تلبس وتخبي تخبي بيه بدنها، ولا كي تحوس عريانة وجهها كي الكرابو بوف كيفك انت. بر بر بر. انتوما كتوانسة كلكم وجوكم بر 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 ومنتنين ورهدانا ومنافقين وسقاط، وتبيعوا لبعضكم في اللحم بالدود. اللحم بتاع بقاري وبتاع البهيم يبدا بالدود، تغزر له وتعجن فيه بيديك وتعفيه في المركز، وتبيعوا لخوك التونسي، ومن بعد انت عنصري. خساره فرنسا ما استعبدتكمش، خسارة فرنسا ما طبقتش عليكم قانون المنتصر الإسلامي كي يربح يستعبد الناس. أخي أنتم ما دخلتوا لدين فرنسا، ما دخلتوش لدين فرنسا. أخي فرنسا عرضت عليكم باش تدخل لدينها؟ جامي. مش كان طبقوا فيكم دين الإسلام واستعبدوكم وباعوكم في الأمصار في أمريكا وفروا شمال أفريقيا من الأمازيغ الكبابل، الأمازيغ الخونة المتشبهين بالعدو بأخلاق العدو. هرزمون فما الأمازيغ في قبائل وفي الريف، هرزمون فما جلال بريك
باش نقضيو على دين والديكم يا جراثيم يا عنصريين. Vous êtes des, quand vous êtes raciste, ça prouve que vous êtes des sous-peuples. Comme vous êtes raciste, vous êtes des sous-peuples. انتم لم ترتقوا بعض الى مرتبه ومستوى الانسان. شو ولادكم الصغار مفلوقين، بناتكم مفلوقين، جيشكم مفلوق، انتم مفلوقين، اخلاقكم مفلوقه، كاستكم مفلوقه، تعليمكم، قضاءكم مفلوق، كلكم يحبل. وزيت راسيست اون بلوس، على شنو تو وجهك الخرا ولا وجهك الخرا ومنتن وغيط ما في مترا ولا قاري ولا فاهم وكاتابلازما وما يضحكش وبخيط وما يبكيش يوديك ما في حد شيء ويدلل. لا هذه لا هذه لا هذه لا لا هذه هكا هذه سمينه هذه ضعيفه هذه قصيره. وشكون ربك انت؟ لا ذات لا صفات لا مخ لا انتاج لا فكر وتدلل. هذا هو حال الشعب التونسي، لسخ ونسخ وقلة الأخلاق والوجه الخايب واللبسة الخايبة والصحة المتهالكة والتعليم المنيك والأخلاق الفاسدة والنهب والسرقة والخطفة والغدرة ونكران المعروف، كل العيوب فيكم. حقا فرنسا استعبدتكم أكيد وبعثتكم لزاميريك عبيد واشتركوا مرة ومات في الثنية. انا حالف في دولتي انا نسمع كلام هكا واحد عنصري في تونس، كلام عنصرية. وبشرف ام ذوب قدامكم بالكما ذوب كما الخاشقجي ذوب وحي قدامكم. جريمة لا تغتفر العنصرية، العنصرية جريمة لا تغتفر. انا عنصري مع العرب عندي، علاش؟ هما محتلينا، هما اغتصبونا، هما حرمونا من لغتنا، هما كذبوا علينا، هما باعوا جدودنا عبيد، هما قتلوا ذبحوا واثخنوا في تقتيلنا. عندي الحق، علاش نكره؟ اما علاش نكره في السود؟ انا بالعكس محلزين ومتربين وترونت سيرفيس وإنسانيين. سخابهم كيفكم توما ويتكلموا الفرنسي خير منكم. اي السود يتقنون الفرنسية اكثر منكم مليون مرة ويكتبونها اكثر منكم مليون مرة، غير الوقت نعم بوه. وتو ما عنده حتى علاقة اخي بالمجد، اخي شو اسمه هذا ولد عواطف بالمجد مخطوف، معناتها تختف يا دي نوفو في الحكاية هذه. بلي يكتبوا لي احكوا لي شنو حكاية ولد عواطف هذه. كان بالمجد خطفوها خم ثبتوا في الحكاية، ثبتوا لي شنو الحكاية متاع ولد عواطف تختف ولا لا لا. Alors, je n'arrive pas, je vais essayer de voir quand je suis bon, ma fenêtre c'est 20 minutes, ça va. On va rester encore quelques minutes. Je ne chauffe les requêtes. Écrivez-les, sinon vous devez avoir les requêtes. Est-ce que vraiment, Khatfou, Belmjad, Khatrabat, je ne sais pas comment les femmes sont là. Je voulais en être sûr. عايزين نبدل باج باش نجم نقرا بو كومنتير. جي با كومون سا سبا سيت سالوبري. جيسبر كو فو مافي اكري ديجا.
C'est plus le boîte de réception, attends, mais chez le boîte de réception. En attendant, hein, nous allons voir les commentaires que partagez ce live, les enfants, partagez. Voilà. تفيد ربي توفيق وسيبت البلح. واحد كتب لي هذا شكري بو خاتم قال لي خطفته وضربته فيه وسيبته البارح. انت يا شكري بو خاتم ليسيت قاري في ليسيت تكنيك في القصري شكري بو خاتم. انت عارف روحك اش قال؟ سمعتوش قال هذايا شكري بو ختام؟ قال لك خطف ولد عواطف وصرفقوا فيه وضربوا فيه وسيبوا البارح. هو نعرفه ما يعملهاش، هو ديجا التيله نتاعو بنيته وكبر كبر. هذايا بو خراب بو ختام خراب، هذه نورمالمون تشكيو بربو، هذايا تعملوا له هذايا نيكو شكيو بربو هذايا. انت نجم تخطفوا ديجا، انت تعيب، انت تحلم ماذا بك يخطفوك، انت تحب يقول لك نخطفك انا باش نعمل لك باش تستحلى. وفما واحد حيوان ياخو في الحشيش ولا قرد وياكل فيه وجبد درشنوه ويحلم بها اللي هو زاد عامل لك درشنوه بالامبوله ولا شنو من فوق هكا وزعم بنيته وعملته في ولد عواطف وش عملكم ولد عواطف؟ سامحوني شنو اللي عمله لكم ولد عوات يا قعار؟ هذا تورس نو صرت راك شفتو وجهه خايب تورس نو هكا وجاي يعمل هكا ويشرب زعما ومش زعما زعما راني خليقه ما مسلم وهكا وكلي الحشيش زعما راني قوي ياسر هكا كلي غصن كامل كلي ربو حيوان مك بقره تاع الرمينو زبي خيت خيت Hey, est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, on va, c'est pas grave. Voilà, haka معناتها انتم كان طفل صغير هكا تخطف وتتشمتوا فيه امه فقيره دار قاعدين في القاع مسكنات ناس الزواوله جاهم طرف امل باش يشريوا طرف الحم وطرف حوت ويفوحوا الدار بريحه طرف مرقاز يشريوا الشعليلش يعملوش باربكيو في الدار. قال هي ميمتي تو نجيب لك فلوس تو نشيخكم. بداو يحلموا قصفوه هربوا بيه. استنى نثبت في دين رب الحكايه تو نشوفوا. لا ما نسكتش عليه هذا الطفل هذا ما نسكتش عليه يا ولد الحرام يا كلاب. اوي انا تو تشوفوا يا دوله الجرام. شوف الطفل هذا باش انا باش نحكي انا باش نفضح دين ربكم في العالم عليه هذا هذا ورحمة أمي الكريمة. ما هو نهار اثنين أنا باش نمشي المنظمات ونوريهم الحالة نتاع أم وخوه فشل الفيديو اللي يحكوا فيها اللي هما خطفوا لهم خوهم وكل شيء خطفوا هالشعب الكلب النبون المسلم. طفل صغير تتشمتوا فيه ولا قالك شديتوا ضربتوا فيه صرفقتوا له وسيبتوا البارح خي أنت عندك سمونة تيتيموناك أنت تفنتزمي أنت ماذا بيك نقولوا لك نعملوها لك ليك أنت اخي تجي الميبون تقول له توا نيكك يا ما يفرح الزب تقول له توا ما نيككش يولي يبكي الميبون تقول له توا نيكك يفرح هو حابني يقول له توا ما نيككش ما نعملكمش در در يا خماش تستحقوا كلكم تستحقوا الفناء والوباء مع شو كي را شو
إذا لقيت يتيم، شو إذا لقيت يتيم، إذا لقيت يتيم كبو يعني نيكو، إذا لقيت يتيم كبو ماكش أحن من ربه. أخي ربي مش رزاه في يوم أبوه وخلاه يتيم مطيش في الشارع، أنت إذا تلقى يتيم مطيش في الشارع أش نصحك تعمل له؟ كبو. أنتوما شعب يتيم، أنتوما شعب يتيم، تستحقوا شكون اللي يكبكم؟ شكون يقلبك على كرشك ويعمل لك الدردر؟ لا انتوما تحبوا يقلبكم على كروشكم ما يعملكمش دردر، يخليكم تستناو وما يعملكمش الدردر، لانكم تموتوا على الدردر. انتوما شعب مدردر. ها الحقد اللي فيكم، حاقدين على الطفل الصغير هذا ومش حاقدين على هالدوله. برينا عن دين والديكم، تستحقوا كان الخيانة والخونة، ولا تحب رجولية ما لا طلعوا الجماعة كلهم رجل من اللي خانوكم وبال عليكم وتمنيكوا عليكم ويشبعوا لكم في كركم، والله هم رجال. شعب عنصري وقذر ومنتن وضد كل حاجة متشبهلوش، يخاف خاطر كل حاجة ما تشبه لكش فورسيمون خير منك، دونك تغير منها، تحب تسكتها تحب تقتلها، حسدا وغيظا، حسدا وغيظا. يعطيكم خيت خيت خيت، شتعملوا العار، شتعملوا العار. انا كان توا التلفزه كي هبطوا في التلفزه يقولوا انفجار كبير في تونس، 907 3 مليون 400 مليون 3 مليون 800000 موتى. قلبي ما يحس شيء، ما نحسش، نقول سيرتان ما راهو 90% منهم يشتهوا اكثر من هك. انا خير، انا سوليسيون فينال نتاعكم. نو نو زب يا زب يا زب، خيط خيط، انتم جهنم وبأس المصير بالرسمي، انتم جماعه جهنم، انتم حطب جهنم يا مسلمين.